السلام عليكم طلاب. بهذا الفيديو القصير راح نحل المثال الموجود صفحة 148. عندنا هذا الجدول مالتنا خالي من أي تنسيق، راح نحوله من الجدول قبل التنسيق إلى الجدول بعد التنسيق، بعد ما يكون كن غيرنا بينه وعدلنا عليه حتى يكون شكله أوضح وأسهل بالقراءة والاستخدام. أحب أنوه قبل أن نبدي بالحل مالتنا أنه الاختيارات الموجودة بالمنزلة ما كلها راح نستعملها لا بهذا الفيديو ولا حتى بالفيديوهات اللي جاية إذا سجلنا إن شاء الله. فإذا هاي الفيديوهات اللي راح ننزل لكم هي ما تغنيكم عن الملزمة أبد. أنت تقرأ بالملزمة، تشعل الاختيارات الموجودة بالملزمة تدرسها، وعدها تستعين بالفيديوهات حتى يعني يكون التطبيق مال الأمثلة ومال القسم من الاختيارات اللي عندنا بالملزمة قدامك. زين، الجدول مالتنا بعنوان بيانات برواتب العاملين الشهرية في مكتب المتاجر العقاري. أول شغلة راح أعملها أنه أجي أنا أحدد الخلايا كلتها الموجودة فوق الجدول مالتنا الخاصة بالعنوان، وراح أعمل للعنوان الاختيار الاسم ودمج وتبسيط. أنا راح أدوس من هوني الدمج وتبسيط الموجود بالشاشة، صار عندي هسه عبارة عن خلية وحدة اسمه هذا العنوان الكامل مالتها اللي هو موجود بشريط الصيغة. أنا ممكن أعمل دمج وتبسيط من عندنا من الشاشة عن طريق هذا الاختيار، أو إذا أنا ما لقيته ممكن أروح على تنسيق، على تنسيق خلايا، افتح شاشة تنسيق خلايا، اروح على تبويب المحاذاة وارشى عندي اختيار اسمه دمج الخلايا، اختاره من هوني واعمل عندنا محاذاة النص الافقية، اعملها تبسيط. زين، حاليا مأشر الافقي على انه هو تبسيط، ودمج الخلايا ايضا مأشر لان احنا كنا اختارينا دمج وتبسيط من الاختيارات الموجودة بالشاشة من بقى. زين، الكلمات اللي عندي والكتاب اللي عندي موجودة بالجدول حجمه كلش صغير، فراح اجي احدد الجدول بالكامل، راح اروح ازيد حجم الخط، يا اما ازيده من هوني او ممكن استعمل هاي الاي اللي تكبر ايضا حجم الخط، وممكن افتح مثل ما قلنا شاشة تنسيق خلايا، تنسيق خلايا، اروح على تبويب الخط وانا اجي اختار الاختيارات المختلفة الخاصة بالخط من هون. احنا لحد الان ايش عملنا؟ غيرنا الخط. هاجي ايضا نغير نوعية الخط من شاشة تنسيق الخلايا، راح اختار الخط Simplified Arabic المستخدم، الخط الاساسي المستخدم مع اللغة العربية. هيا ال simplified Arabic. زين، اللون راح ابقي اللون اسود، ما راح اتعامل مع نمط الخط، راح اخليه عادي، ما راح اضيف اي تسطير او اي نوع من التاثيرات، راح اقول منفق، راح تشعرون انه ايش قد اختلف عندنا نوعيه الخط عما كانت عن الاريال. زين، الكلمات الموجوده عندنا والبيانات الموجوده عندنا في الجدول تشعرون اغلبها ما واضح، ليش؟ لان عرض العمود ما يستوعب البيانات اللي انا دخلتوها بداخله. فايضا الخطوه التاليه شنو؟ انه احنا راح نعرض العمود ونكب عرض العمود. انا راح اعمل هاي الشغله بطريقتين، اما اعمل دبل كليك على نهايه العمود، هسه انا بالعمود اي، نهايه العمود انا واقفه عليه، راح اعمل دبل كليك تشعرون يكبر عرض العمود حتى يستوعب البيانات اللي بداخله. اجي ايضا على العمود اف، على العمود جي، أو ممكن أكب عرض العمود إنه أنا أقف على حد نهاية العمود، هسه أنا واقفة على حد نهاية العمود إج، راح أدوس وأظل دايسته وأمشي المؤشر مالتي وأكبه العرض على قد ما أنا أريد. بعد نحتاج إنه أكبه وأسيد، وأيضا أجي على العمود آي وأطلع صافي الراتب بالكامل. الجدول مالتنا إحنا هسه مأشر، فراح أشرح أعمل، راح أضيف عليه حدود. ممكن ايضا نضيف حدود من الشاشه، اجي على حدود تشعرون عندنا اختيارات كلش كثيره، راح اختار من عندها كافه الحدود، او حد مربع ثخين، او حد سفلي مزدوج، او شو انا اريد. او ممكن اروح على تنسيق ايضا مره الاخ، نفتح شاشه تنسيق خلايا، اروح على التبويب الخاص بالحدود تشعرون عندنا اختيارات ازيد، مثلا نمط الخط انا راح اختار هالمره، راح استعمل مع نمط النقط. عندنا لون الخط ممكن انه نستعمله، راح اختار له بدل الخط الاسود راح اختار هذا اللون، راح اضيف اطار واضيف حدود داخليه للجدول، راح يطلع لنا شكل الجدول مثل ما موجود هوني بالشكل الموجود بتنسيق الخلايا. من اقول موافق طلع عندنا الجدول بهذا التنسيق. الخليه مالتنا
الخاصة بالعنوان راح أميزه أكثر، وراح أروح على شاشة تنسيق خلايا وأضيف له نقش من تبويب تعبئة. عندنا هوني اختيار لون للنقش واختيار نمط للنقش. لون للنقش راح أختار لون كلش خفيف، وأختار أيضا نقش كلش خفيف حتى لا يغطي على الكلمات مالتنا. وأختار موافق، صارت عندنا الخلية بهاي الصورة. زين، العناوين الخاصة بالأعمدة والصفوف أيضا راح نعمل لها تعبئة. راح أروح على تعبئة، أنا ممكن أفوت على شاشة تنسيق خلايا أو ممكن من هون من الشاشة أختار لون خاص بالتعبئة. البيانات الخاصة بخلية العنوان أيضا راح أضيف عليها تنسيقات اللغة، راح أعملها بولد وراح أعملها أيضا مائلة حتى أيضا أميزها أزيد عن بقية البيانات. زين، البيانات اللي عندنا بالجدول راح أختارها كلها وراح أعمل لها أيضا توسيط. لاحظوا اختلف عندي التنسيق وصار جدول مالي مرتب أزيد. زين، آخر شيء راح نعمله أشنو؟ الأرقام اللي عندنا هنحددها. أروح على التصنيف الخاص بالأرقام، هو كان عام أنا أختار رقم وأرجع ألغي المراتب العشرية اللي موجودة بينه، فصار عندي جدول تقريبا نفسه الجدول الموجود عندنا بصفحة 148 جدول بعد التنسيق، بس هو بنستخدم حدود اعتيادي، خط اعتيادي. احنا هالمرة جربنا نستخدم حدود منقطة، وبكيفنا بكيفك انت بالامتحان، بكيفك انت تخلوها هكذا، تعملوها سوداء، تغيرون من لونه، تغيرون من نمطه، كلته مقبول وكلته واضح. ان شاء الله تستفادون من الفيديو، اشكركم.